أربع دول عربية تؤكد غياب قادته عن القمة العربية بالجزائر. إلى جانب اعتذار ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر، نقلت مصادر متطابقة أن ثلاثة من القادة العرب الآخرين سيتغيبون عن القمة العربية التي تحتضنها العاصمة الجزائرية مطلع شهر نوفمبر المقبل. وأوردت تقارير جزائرية في وقت سابق أن 15 قائدا عربيا أكدوا حضورهم القمة العربية رسميا، وهم قادة كل من مصر والكويت وقطر والإمارات والمغرب والأردن والعراق وتونس وموريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر، ورئيس المجلس الرئاسي في السودان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. القمة العربية، أربع دول عربية تؤكد غياب قادتها. سيتغيب عن قمة الجزائر إضافة إلى ولي عهد السعودي ثلاث قادة عرب، هم ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة الذي سيمثل في القمة نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك الخليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق الذي قرر إفادة نائب رئيس الوزراء الممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق السعيد، إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي سيغيب عن القمة لاعتبارات تخص انقضاء عهدته الرئاسية في 31 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يمثل رئيس حكومة نجيب ميقاتي لبنان في القمة. وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس السبت، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء، أعرب له في عن تأسفه عدم حضور اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح نوفمبر بالجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر. نشكركم على حسن المتابعة.